معالي الوزير الأخ العزيز فؤاد بيه، في البداية أتوجه بالشكر الجزيل على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وهذا دائما ما هو عهدنا في بلدنا الثاني العراق. وبالتأكيد أن هذه فرصة سانحة لنؤكد مرة أخرى التوجيهات لدي قيادات الثلاثة بلدان والإرادة السياسية القوية لتعزيز هذا الإطار من التعاون الثلاثي المصري العراقي الأردني لخدمة مصالح الشعوب الثلاثة على أرضية راسخة من التاريخ المشترك والحضارة والعلاقات الحميمة التي تربط على المستوى الشعبي، ولكن أيضا العلاقة الطويلة التي تربط بين المؤسسات في الدول الثلاثة. الهدف منذ إنشاء الإطار الثلاثي هو دعم العراق، دعم استقراره، الحفاظ على سيادته، الارتقاء به بعد سنوات من التحديات. ومرة أخرى نهنئ العراق وشعبه على الإنجازات التي تمت في المواجهة المكلفة ضد الإرهاب والنجاح في التغلب على هذا التحدي واستمرار العمل الدؤوب من أجل رفعة العراق واستعادتها الكاملة لوضعيتها الإقليمية والدولية، ونحن نعمل سويا لتعزيز ذلك. بالتأكيد كما تفضل معالي الوزير أنه تبحثنا وكان لنا شرف أن نستمع لرؤية فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء، وأن نتداول فيما بيننا حول الأوضاع الإقليمية والأوضاع الدولية والتحديات العديدة التي تواجه دولنا الثلاثة، واقتناعنا الكامل بأن هذه التحديات نستطيع أن نواجهها بقدر أكبر من النجازة والقدرة من خلال هذا التعاون فيما بيننا، بما يحقق مصالحنا المشتركة ويعزز من تكوين رؤية موحدة لكيفية التعامل مع هذه التحديات والتغلب عليها. نحن نعمل في إطار تعزيز الآليات، تبحثنا حول ما وصلنا إليه من إنجاز في إطار التعاون في القطاعات المختلفة الاقتصادية وتشكيل الآلية التي تستطيع التنسيق فيما بيننا والاطلاع على التفاصيل، وأيضا دفع قوة الدفع لاستكمال ما أنجزناه حتى الآن وإيجاد فرص ومجالات جديدة من التعاون تعزز من هذه العلاقة والفوائد العائدة على شعوب البلدان الثلاثة. نتطلع إلى استمرار العمل، استمرار التنسيق، استمرار تعزيز الأمن القومي العربي من خلال ليس فقط هذا الإطار، ولكن العمل من خلال جامعة الدول العربية والتنسيق الوثيق فيما بين الدول، لأننا نجد في إطار الحفاظ على مستقبل شعوبنا ضرورة أن يكون لدينا مثل هذا التعاون ومثل هذا التنسيق ومثل هذه الرؤية التي نعمل من أجل تدعمها ونتطلع إلى الارتقاء بها إلى مستويات تتواكب مع تطلعات شعوبنا الثلاثة والشعوب العربية بصفة عامة. أشكرك مرة أخرى، وإن شاء الله يكون لنا تواصل مستمر ودورية نحرص عليها جميعا لتعزيز هذا التعاون إن شاء الله.